على اسم المدينة اللي احنا عاملين عليها المشروع اللي هي مدينة العالمين. فيها ما بيتسجلش. اوكي اتفضلي يا باشمهندس. تمام. كان بيرجع للاسم بتاع المشروع اللي هو او المدينة اللي مقام عليها المشروع اللي هو مدينة العالمين. فأنا رجعت لاسم المدينة دوت، قلت هم ليه سموها بالعالمين. فهو كان قصة يعني قديمة شوية بترجع للعرب أو قبائل البدو، إن هما كان في بينهم كان في حرب على المنطقة دي أو على المدينة ديت. وكان في هناك قبيلتين من البدو، هما دول اللي كان في بينهم خلاف. فبدأوا يفصلوهم بين جبلين، وكان البدو عندهم زمان جبلين يعني في اللغة بتاعتهم يعني عالمين، فعشان كده سموها بمدينة العالمين اللي هما الجبلين. فأنا بدأت أخد الجبلين دول وقلت إيه اللي رجعت أشوف إيه اللي بيميز الجبل، فلقيت اللي هو التضاريس بتاعته والتدرجات يعني بتاعت الجبل هو ده اللي بيميزه. فخدت الجبلين دول وعملت بيهم المثلثين بتوعي، وطلعت بيهم بقى فوق إن هما دول الجبلين اللي طالعين معايا يعني. اوكي بس هو تمام. دلوقتي أنا مش شايفة المشروع بتاعي، هو اختفى. في مشكلة ولا ايه؟ هو مش عارفة في حاجة مع باشمهندس سهى تقريبا. ايوه انا ممكن اعمله شير من عندي. ده اولا التيبيكال الفلور بتاعي. اوكي أول حاجة هي الزون دوت فيه مجموعة من الغرف، والزون ده برضو المجموعة التانية. الكورز عندي هنا في الكورنرز بتاعتي بالشكل ده. تمام. في النص الأول أنا كنت طبعا عاملة القاعات هنا، بعدين غيرناها، فحاليا بقى دوت عندي كورت كده مفتوح او جرينز، او ممكن اعمله باسيو يعني على حسب ما هنشوف هيبقى ازاي. اوكي هتضيف لنا حاجة هنا تاني. تبيكل الشمال لا بتاعك، بس توجيه الشمال بتاعك فين؟ انا الشمال بتاعي كده من الاتجاه ده. الشمال بتاعك كده. اوكي لتحت يعني ولا ايه؟ يعني البحر تحت ولا فوق؟ لا البحر فوق. يعني البحر فوق. بحر فوق. هو المدخل عندي من هنا يعني، هو المدخل كده فالبحر حتى. لا يبقى البحر من تحت كده طالما المدخل، يعني لا قصدي البحر عندها تحت. الشمال، الشمال كده يعني صح؟ ايوه شمال كده تحت. تمام فهمت. تمام تمام طيب هو بس علشان انت متلخبطه بس في موضوع البحر فوق ولا تحت. اوكي هنشوفه انت عامله ايه في الارضي، بس انا عندي تعليق على الشكل بتاع الكور مش مظبوط. يعني الحل الكور نفسه عايز نحله بطريقه تانية علشان هو مش مظبوط خالص، يعني الشكل بتاعه مش لطيف. دي حاجه. حاجه تانية، في بس لما بتيجي تعملي، انا شايفه الاستراكشر بتاعك كويس، بس لما بتيجي تحطي
هنا في المنطقة دي انت ناسية عمود، ناسية الأعمدة في المنطقة دي، لازم اخد بالي واحطها. ثانية واحدة كده، احط هنا في المنطقة دي ما فيهاش أعمدة، فأنا شايفة إن الأعمدة بتاعتي مظبوطة. وبعدين انت عاملة الموديول بتاع الأعمدة بتاعك كده صح؟ على 3 موديول صح كده؟ مظبوط. فأراعي إن المنطقة اللي هنا دي كده تكون الأعمدة بتاعتها مظبوطة. خلاص؟ تمام. طيب خلاص أوكي خلود. أوكي بس هي هنشوف بقى موضوع الكور أماكنهم لما أشوف دور الأرض دلوقتي، الأرض البحر بتاعي فين، فوق ولا تحت؟ أوكي. هو ده يا خلود المفروض ده لا زوم تاني معلش الحته اللي في النص دي. ده ايوه المفروض ده كده، ده فيت ولا ايه؟ وبرضه قصاده الناحيه الثانيه ده عشان حركت الصوره فانا كده انا بحاول ازوم عشان اشوف. طيب تمام بس هو كده خليكي ثابته زي ما انت كده. تمام الغرفتين دول لا، هو الغرفتين دول، الغرفة اللي هي على الطرف دي الدكتور قالت هخليها كستور او كمخزن علشان ما كناش سويت عارفين سويت نعمل، سويت ده نخليها سويت سويت. تمام تمام قصدك سويت سويت على اهو. لان الغرفة دي ما كانش ليها تهوية، فعشان كده ما كناش عارفين نعمل فيها حاجة. بص هما حلين يا خلود علشان ما تتلخبط، ان انا عندي دول ممكن اخش من هنا ويبقى في باب هنا يعمل لي ده الليفنج بتاعي. تمام شايفة انا بخش من المنطقة دي من الغرفة دي، وده جزء الليفنج. ممكن يكون الغرفة دي هنا متهوية وابتدي اقطع من هنا كده، شايفة الغرفة اللي هنا دي ابتدي غير بس اللون وارفع الخط كمان. اهو اخش من هنا من الغرفة دي اهي شايفة، ويبقى عندي ده كده ده سويت، ما عنديش مشكلة يبقى في باب داخلي بينهم يبقى للليفنج. مع الجزء اللي هنا ده بحله بالطريقة دي كده، هنا ده بيبقى تيرس ويبقى متهوي على الجزء، يبقى قافلين مع بعض كده، يبقى ايه المنطقة دي، يبقى كده الغرفة دي ابتديت حلتها، المنطقة دي ابتديت حلتها. لو حابة تعملي كده اوكي، لو عايزة تخلي دي غرف بتاعتي للنظافة والكلام ده اوكي انا ما عنديش مشكلة. فاهماني؟ تمام. لو حاجة تانية، انا ممكن الكور بتاعي يتقسم جزئين، يبقى الغرفة دي هتكمل والغرفة دي هتكمل، ويبقى ده هنا جزء لكور. لو حطيت هنا لو حليت لو ممكن الجزء ده هنا هيبقى جزء كور، والجزء ده هيبقى الكور جزء من الكور اللي هي الأسانسيرات والغرف اللي هي مش محتاجة تهوية. ممكن نعمله على حاجتين، عندك الحل الأولاني والحل التاني، بس في الحالتين الشكل الكور نفسه بتاعي مش لطيف. الكور عايز يتحل بطريقة معينة ويبقوا السلمين مش شبه بعض، ممكن يكونوا على بعض ما عنديش مشكلة، ويبقى محلول بالطريقة ايه مظبوطة، هتراجع عليه تاني. فتحلي على الجزء الأولاني أو تحلي على التاني، أنا ما عنديش أي مشكلة يا خلود في الحلين. خلاص؟ خلاص تمام. أوكي. في حد من باشمهندسين عايز يضيف حاجة؟ تمام يا دكتور. ونفس الاند بوينت دي عندك في كل المثلثات، لو اخترنا حل يبقى كل المثلثات هيبقى نفس الحل عشان ما نتلخبطش. تمام طيب يلا اوكي ورينا ايه تاني بقى.
تمام كده الصورة واضحة عند حضرتك؟ ورينا الجراوند فلور بقى واعملي زوم ان كده علشان نقدر نشوفه كلنا. كده واضح؟ اوكي اتفضلي اشرحي. يبقى عندك البحر من تحت زي ما احنا توقعنا. انا قلت الاول من تحت وبعدين اتلخبطت في حته الشمال دي. اوكي انا عندي هنا الانترنس بتاعي، وبعدين عندي الجزء دوت. ده هيكون زي البوفيه للقاعتين اللي عندي، ودول القاعتين بتوعي دي الام بي يو، دي الكونفرنس هول. وعندي ده الفوير بتاع القاعتين الجزئين دول داخل البي اي بي، والجزء ده فيه الشوبس بتاعتي، وهنا برضه نفس القصة، الجزء اللي هو داير كده حوالين المثلثات الشوبس بتاعتي، وفي هنا شوية اوفيس للمكاتب القاعات. ده الريستورانت بتاعي، وده الكافيه بتاعي، وهنا الكلاب بتاعي. دي مدخل من هنا، قسمتهم للجيم وسبا وجاكوزي، وفي وقفلت من هنا بوابة ومن هنا بوابة على أساس إن ده يكون زون للكلاب، ودي الخدمات اللي هتخدم لي على الكلاب اللي هي الأدواش والحمامات وكده. وهنا حاطة تويلتس، وهنا برضو تويلتس، وهنا تويلتس. طيب عبدي في حاجة تانية؟ لا تمام. طيب أنا عايزة بس عندي تعليق كده في المشروع بتاعك. احنا اتفقنا خلاص إن المشروع بتاعنا الجزء اللي تحت هو البحر، صح كده؟ طيب البحر عندي، فأنا عملت هنا ريسبشن، جايز إن أنا هعمل ريسبشن بالشكل ده وأخلي الشكل بتاعه يكون ليه شكل منطقي كده ومستقل بذاته. دي أول حاجة. حاجة تانية، أنا مش فاهمة المساحات عندك مظبوطة ولا مش مظبوطة. ليه بقول كده؟ علشان أنا شايفة الكونفرنس هول صغيرة جدا، يعني أنت عارفة المساحة الكلية بتاعة الكونفرنس هول دي قد إيه؟ هو المفروض تبقى أقل حاجة أو ماكسيموم 750. انتي المساحة بتاعتك عاملاها ايه؟ أنا بتاعتي عاملاها 1080 تقريبا. 1080. طيب لو هي دي الجزء بتاع المساحة بتاعتك مظبوط، يبقى الريستورانت ده كبير قوي. دي أول حاجة، يبقى الريستورانت اللي احنا عاملينه ده كبير جدا. طيب أنا عندي الشمال هنا الجزء اللي تحت ده، صح؟ طيب أنا تعالي نمشي واحدة واحدة. انا عندي الريستورانت ده اللي انت عايز تحتفظي بالشكل ده او هيبقى بنفس الشكل اللي انت عاملاه، اوكي انا ما عنديش مشكلة فيه. هبتدي اعمل الشكل بتاعي اهو واخليه بالشكل ده. طيب لو انا عملت كده، انت شغالة تحت الاطار بتاع المشروع بتاعي اللي هو التيبيكال فلور، يعني الأعمدة العمود على العمود ونفس الإطار، مع إن أنا أقدر أظبط من عندي أشكال تانية وأظبط يبقى عندي المشروع بتاعي أكبر. يعني أنا لو عندي هنا كده، أنا ممكن يبقى عندي في المنطقة اللي هنا دي هنا في كافتيريا، وأبتدي أكبر الجزء ده كده شوية وأعمله بسكيل مناسب. طيب انتي هنا اللي في النص ده مش مستغلاه في حاجة خالص، أنا مش شايفة غير حبة أوفيسز عاملاه عليه. طيب هو لو فوق كبير بنفس الساحة دي، والجزء اللي عندك الكونفرنس هول
عندك بالطريقه اللي هي اللي انت عاملاها دي ونفس المساحه، طب ليه احنا ما دخلناهوش تاني جوه؟ انت كنت مدخلاه واحنا رفضناه علشان كانت المساحه بتاعته مش ظريفه. طب هنا دلوقتي لو دي المساحه مظبوطه قدامنا اللي انت عاملاها، احنا ممكن ندخل الام بي يو بقى، الام بي يو بتاعتي هتكون هنا تمام. خلاص، وبالتالي اخلي الفويه بتاعي هنا. ما انا كنت عاملاه في الاول. كنتي عاملاه في الاول بس كانت المساحات مش مظبوطه. انا هقول حلين وشوفي هتعملي فيهم ايه. تمام. طيب كبر هنا الجزء ده وهيبقى الكوريدور عندي كبير في المنطقه دي، منه لوبي، يبقى عندي المنطقه دي في النص الام بي يو بتاعتي خلاص، ويبقى عندي الريستورانت بتاعي اللي هو ده، وعندي الكافتيريا، واقدر اعمل هنا في الجزء اللي عندي في المنطقه دي. اوكي باشمهندسة خلود، هنعيد تاني. اول حاجه هنعمل الجزء بتاعي ده في الاكس، اللي هو الريسبشن بتاعي، وهيبقى ليه شكل ايه هندسي كده شويه معلوم، وابتدي اشتغل من بعد الاعمده بتاعتك واخش على الريستورانت بتاعي، وهنحدد شكله وهيبقى ليه علاقه مع الجزء اللي فوقي. طبعا هسيب المساحه دي كلها اللي قصاده علشان المساحه دي تبقى في فراغ قدامي كويس، علشان يخلي المشروع بتاعي مناسب في الدخول، وخصوصا ان انا هعمل الام بي يو بتاعتي هنا. الام بي يو بتاعتي هتبقى في الجزء ده اهو، اهو شايفه دي عباره عن الام بي يو اهو، وابتدي اعمل فراغات. لو عايزه تعملي هنا في فراغات في المنطقه دي وفي المنطقه دي وفي المنطقه دي في فراغات كده، يبقى ما عنديش اي مشكله في الجزء اللي انتي عاملاه ده، وده تبقى شكل الام بي يو بتاعتي، وابتدي اخش على الفاير بتاعها من هنا. في مشكله كده؟ في مشكله عندك؟ وخصوصا ان انتي عندك كور في المنطقه دي وكور في المنطقه دي، هيبقى كويس قوي. طيب في المنطقه دي، وابتدي اطلع شويه بره الجزء بتاع الايه المشروع بتاعك اللي هو التيبيكال، عشان انتي حاطه الدور الارضي بتاعي على التيبيكال. هنا كمان اقدر ابتدي اعمل الشكل بتاعي بالطريقه دي علشان يقفل ايه عندي شويه، ولو ده ايه الكيتشن. طبعا هتصغري الكيتشن شويه عشان انا مكبراه عشان القلم بتاعي، واقدر اعمل بعدي في المنطقه اللي هنا دي حبه كافتيريا. هو هنا اهو ادي الكيتشن في المنطقه هنا، وهبتدي اعمل في المنطقه دي هنا كده كافتيريا، وده يبقى داخل شويه جوه، وده يبقى ليه علاقه بالايه بالجزء بتاعي اللي هو هيبقى الشمال بتاعي والبحر بتاعي، يبقى التوجه بتاعي كويس خلاص. حاجة تانية أقدر أعمل هنا في الجزء اللي هنا الريستورانت ده، عشان ده كبير جدا، أقدر أعمل هنا سلم ولا حاجة في المنطقة دي، وأبتدي السلم ده هيخدم لي يعني تعملي دور تاني، ممكن تعملي باسيو في النص كده، وتعملي دور تاني للريستورانت ده علشان يصغر لي المساحة دي، ويبقى فيه فكر فيه كمان في الإيه في الشكل بتاعك، وبيكون بيرد على المثلث اللي انت عاملاه، وما يكونش شارب، ممكن يكون بنفس البوز اللي انت عاملاه فوق الفالت اللي انت عاملاه. في مشكله كده؟ تمام. طيب هو الكيتشن هيكون على وجه كده؟ لا، انا مدخلاه جوه في الحذاء بتاع، هرسمه لك تاني اهو، انا مدخلاه جوه هنا اهو شايفه، ومطلعه بره الكافيتيريا بتاعتك. يعني كافيتيريا هتبتدي تاخد شرقي وتاخد جزء شمالي، دي الكافيتيريا، والمطعم على الشمال صرف. يبقى انا كده بعدت الكيتشن بتاعي عن الايه عن الجزء بتاعي، وهنا عملت فيه دبل هايت في المنطقه دي علشان الريستورانت بتاعك يبقى متقسم، وممكن اطلع على ريستورانت تاني في الدور اللي فوق. يبقى فاضل لي في الجزء ده، في الجزء اللي انا عاملاه هنا ده، اللي هو اللي هيبقى موجود جنبي هنا جنب الكور، وانا حاطه جرين اريا، شايفه المكان الاسود اللي انا حطيته ده جنب الكور بتاعي، هحط حمام صغير يخدمني للمنطقه دي. يبقى المنطقه دي خلصت، وابتديت اطلع بره البلاتفورم بتاعي.
طيب اجي عند المنطقه الثانيه اللي هي هتبقى ليها علاقه بالايه، بالام بي يو بتاعت ايه، بالكونفرنس هول بتاعتي، وهنبتدي نحلها ازاي. يبقى الانترنس في السنتر، وابتديت عملت ايه الاكس بوينت زي ما انت شايفه كده. بقيه الحاجات التانيه اللي فوق هنبتدي نحلها، بس احنا دايما بنحل من الكبير للصغير، فهماني؟ يعني احنا بنحل الفراغات بتاعتي الكبيره الاول والمهمه الاول ونخليها في الاكس، وبعدين الفراغات الاقل اهميه بنبتدي نحلها على المشروع. طيب هنا الجزء بتاع الكونفرنس هول. طيب الكونفرنس هول عندي هبتدي احله نفس اللي انا عملت في الجزء اللي انا عملته هنا. هبتدي اعمل الكونفرنس هول بتاعتي بالطريقه دي، اهي اهي شايفه نفس الفكر بالظبط اللي انا عملته، والفويه بتاعي هيبقى في المنطقه دي، وطبعا يكبر شويه اهو اهو، والشكل ونفس الجرين اريا اللي ببتدي اعملها اللطيفه دي في كل منطقه، وهتبقى ايه نفس القصه. وابتدي اخش من هنا على طول، هبتدي هنا لو انا عندي الجزء اللي انت عاملاه الكافيه ده، انا ما عنديش مشكله ان احنا نعمل كافيه كمان، بس هبتدي ارجع شويه تاني. شايفه انا كبرته قدام الايه، الكوريدور بتاعي كبر هنا، وكبرته قدام الفويه بتاعي، وكبرت هنا قدام الايه المشروع بتاعي. طيب يبقى عندي في المنطقه دي اقدر هنا اعمل الكونفرنس بتاعتي، الكونفرنس هول بتاعتي في المنطقه دي، والتوجيه بتاعها يبقى كده في نفس الاكس اللي انا عاملاه، يعني في الاكس اللي انا عاملاه ده. في مشكله كده؟ طيب هنا هحط كافيتيريا، انا ما عنديش مشكله ان انا احط كافيتيريا هنا خلاص. وفي المنطقه دي احط حمام، هغير بس اللون. شيء الحمام اللي انا ببتدي احطه الناحيه الثانيه شايفاه اللي هو بالاسود، هبتدي احطه جنب الجرين اريا في المنطقه دي اللي هو من الفويه هيبتدي يخش عليه. طيب نفس القصه ان انا عندي في الفوير بتاعي اللي هنا ده، هبتدي اطلع منه على الدور اللي فوق عشان دي كونفرنس، هحط السلالم بتاعتي وابتدي اعمل الليفل بتاع الكونفرنس، وهنسيبها لك تحليها ونشوفها معاكي المره الجايه. طيب ناقص لي ايه بقى؟ ابتدي احط بقيه الفراغات. انا حطيت كده الثري زونز بتوع المهمين، ومتهيالي هم في الشكل مش هيضايقونا في حاجه، صح؟ هم دول كده هينزلوا جوه الفراغ اللي انا عامله حواليه الغرف، صح كده؟ زي ما كنا مش هتعملي حوالين الفراغ ده اي غرف، انا حطيته في النص بس، ومش هتحطي في الجراوند فلور، مش هتحطي حواليه اي حاجه. انا حاطه حواليه جرين اريا، وحط حواليه ايه، شايفه الاصفر اللي انا هبتدي اعمله ده كده، ده اللي هو هيبقى عندي كوريدور. شايفه كوريدور بتاعي اهو اهو اهو، وليه علاقه بالايه، بالسنترال بتاعي. طيب يبقى ناقص لي ايه؟ ان انا ابتدي اوزع بقيه الفراغات اللي عندي، اللي هي ممكن اداري، ممكن محلات، ممكن كل حاجه اللي انت عاملاها. لو انت حابه ان انت تغيري الشكل بتاع البلاتفورم بتاعك، انا ما عنديش مشكله ان انت نعمل هنا كده، وشايفه المثلث اللطيف اللي هو ده اللي انت بتعمليه ده في البلاتفورم، اللي هو بيبقى جواه ساحه. وابتدي المثلث ده ابتدي احط عليه حبه فراغات، من ممكن يبقى منها الجزء الاداري بتاعي في المنطقه اللي هنا دي، شايفه انا عملت ايه، الجزء الاداري ده، واقدر اخش من الايه على الجرين اريا، وابتدي اعمل ده كده جزء اداري. ابتدي تغيير شويه في المشروع بتاعي، ها ده ياخد نفس شكل مثلث القاعات برضه، ويرد على المثلث اللي انت عاملاه بتاع الريستورانت. يبقى انا ابتديت عملت فرايتي، يبقى ناقصني الاماكن اللي حوالين المشروع بتاعي. اقدر احط هنا حبه محلات في المنطقه دي، شايفه اللي هو عند الكونفرنس هول، وابتدي احط الساونا والجيم والكلام ده فين، فوق في الجزء اللي هو عند الكافيتيريا اللي ورا اللي هنا ده، شايفه، ويتعمل بالمساحات ده، وجنبيها ورا يبقى في الجزء بتاعي الايه المشروع بتاعي اللي هو الخدمات والكلام ده، وابتدي اعمل مخارج والمداخل بتاعتي. طيب يجي في جزء بس عايزه انبه عليه، اللي هو الجزء اللي هنا، وده الجزء ده هيبقى ليه علاقه بالفي اي بي بتوعي، اللي هيدخلني على طول على
الكونفرنس هول، يعني المنطقة دي كلها دي الجزء بتاع الفي اي بي بتاعتي يا ايه يا خلود، شايفة؟ اهي دي المنطقة بتاعت الفي اي بي اللي هتدخلني على طول على الكونفرنس هول بتاعتي هنا، وابتدي اطلع منها. يبقى عندي الجزء اللي على ده ويت وده ويت، والزونز ابتدت تتحدد كده وهيبقى شكلها كويس. وهنا طبعا ابتدي اعمل دبل هايت كده للمشروع بتاعي. متهيألي كده هيبقى لطيف جدا، بس عايز منك مجهود شوية. شوية. طيب هو كده ال MBU مش هيكون ليها VIP؟ لأن أنا كده هحددها بالكافيه وبالكلاب بتاعي. يو دي مش هيبقى ليها في اي بي، لا ممكن ما نخليهاش، خلينا الكونفرنس بس هي ليها في اي بي. الام بي يو دي تبقى قاعه افراح، ممكن قاعات السيمينار والكلام ده، بس ممكن اعمل هنا اكزيت بوينت. ولو انا عندي ناس مش عايزه ليهم علاقه بالاكس بتاعي ده يخشوا من ورا، ما فيش مشكله. تمام، خلاص كده يعني جزء الكلاب بتاعي هيكون فوق الام بي على طول، فوقيه كده وجنب الكافيه. اه تمام. تمام، اشوف منك النهارده بإذن الله. النهارده. اه بإذن الله. تمام، اوكي اشتغلي فيه، وهنراجع معاكي بقية الفراغات بتاعتك، بقية الأدوار بإذن الله معاكي، بس بعد ما نظبط البلاتفورم ده. كنت عايزة بس